دابا هي كتنبح باش تخرج على برا، باش دير لي بيزوان ديالها على برا. كيف ما قلنا حيت لي شيان ما كيقدروش يوسخوا بلاصتو، دونك كيف ما كنقول ديما هاد ميثود هي اللي افيكاس باش تعلموا كليباتكم لا بروبرتي. كتسدو عليهم في واحد 2 متر كاري لو طون اللي كيتزير وكياكل وكرشو كتعمر. ابري كتخرجو اون فوا يدير لي بيزوان ديالو على الاكستيريور، راك كتدخلو للدار تخليه مطلوق كوم ريكومبونس. دونك يلا نوضي، يلا 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 سير سير. نون اسي نون دو بات فوالا نون كوشي. دونك دابا الى لاحظتو معايا اول حاجه غادي ندير ملي غادي نحل الباب هي غادي تخرج وغادي دير لي بيزون ديالها. ما غادير حتى شي حاجه افون، ما غتمشي عند حتى شي واحد وما غتشوفش فيا كاع. لون فوالا فوالا سوبر. Voilà. Voilà le. Voilà. Voilà. Pouk, pouk, a pouk, ara. Pouk. Yalla, zid, ara. Ara. Lâche. Donc voilà, هذا هو الجزاء ديال الكلب، هو انه ملي كيدير لي بيزون ديالو على برا راه كيطلع للدار وكيبقى لي يبقى ياخذ كياخذ الحريه ديالو. علاش؟ حيت الكرش ديالو خاويه ما عنده ما يدير، وكيولي هذا كيولي سيستم دو في. كيولي الكلب راه عارف راسو ان هادوك لي بيزوان كيداروا على برا وان الدار راه كامله. في الاول كتبداها ليه بهذيك 2 متر كاري، هذيك 2 متر كاري هي بلاصتك، والكلب راه ما كيوسخش بلاصتو كما قلت لكم غير الا بسلتي عليه. في الاول كتبدا ليه ب 2 متر كاري، من بعد ملي كيفهم وكيولي كيحبس راسو حتى كيخرج لبرا واحد الشهر ولا شهر ونص كيولي فاهم هاد القضيه هادي، من بعد كتولي كديرو معاك في البيت بحال هكذا وكتسد انت البيت، كيولف ان هاد البيت هاديك 2 متر كاري ديالو كتولي هي هاد البيت ولا بيتك. ومن بعد كتولي هي البيت والكوزينه، كتولي كتسد ما كتخليش يفوت البيت وما كتخليش يفوت الكوزينه. فحال الا باش باتش معايا اليوم في البيت غدا في الصباح راه غنفيق عاوتاني مع داك الوقت اللي موالف كنخرجها معاه، وغنخرجها دي لي بيزون على برا وتجي ونطلقها في الدار كامله. دونك البيت كيولي هو داك ديك 2 متر كاري، ما كتخرجش منه حتى دي لي بيزون. من بعد كيولي البيت البيت والكوزينه، من بعد تولي البيت الكوزينه والصالون، من بعد كيولي البيت فهمتي. غادي غادي وكتدخلها في لي بياس ديال الدار، كتلقى راسك درتي مع واحد 4 ولا 5 مو ديال الخدمه صافي كتولي الدار كامله تيريتوار ديالها. واحد القضيه اللي مهمه عاوتاني نسيت ما قلتهاش هي ديال ان الكلب في قل من 7 شهور كيكون عنده سيستم اورينير ديالو مازال فراجيل. يعني اي مره غلط دار بيبي في الدار ولا دار شي لعيبه في الدار ما عمرك ما تغوت عليه وما عمرك ما تجمعها قدامه ولا تسيق قدامه. علاش؟ باسكو يقدر ياخذها كوم ان جو كيديرها باش لون برت 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 كيديرها. الا دارها وجيتي انت سيقتها قدامه الكلب شنو البليزير ديالو؟ هو انه يشوف لو ميتر ديالو حداه. يعني ملي كيديرها وكتجي كتسيقها قدامه يعني كياخد هو كوم ان جو. فحال الا انا ندير هادي راه لو ميتر ديالي غيجي حدايا وغادي يدوز معايا واحد 5 ولا 10 مينوت يبقى كي هو راه يمكن ما كيعرفكش كتسيق، ولكن كيقول انا راه هاد بيبي راه كتجيبو فهمتي، كي اسوسي بيبي مع لا بريزونس ديال لو ميتر ديالو. دونك نصيحه الى دارش في الدار حيدوه من ديك لا بياس، نقيو ديك البلاصه وحاولوا ما ديروش جافيل ثاني كروا ولا شي حاجه ديال اللي كتخلي الريحه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الى خرجتي الزنقه ودار لي بيزوان ديالو في اليامات الاولى، دونك دابا شفتوني كيفاش كنت خدام مع دابا حيت عندها 6 موا دونك 3 موا ديال الخدمه. في اليامات الاولى راه كتخرجوه الكليب الى دار لي بيزوان على الاكستيريور كتعطيوه فريانديز سوا كاشير فخوماج دجاج هادي وداك اغيس فين ما يديرها خصك تمشي في الوقت اللي يكون كيدير فيه بيبي تمشي تعطيه دي فريانديز باش كتفهمو ان راه هادشي اللي كدير فيه راه مزيان. وابخي ملي كيكبر الكلب راه كتكفى الكلمه ديال سي بيان ولا فوالا ولا
très bien ولا بون شيان ولا اي كلمه قلتيها ليه راه كيولي عارف بلي ديك القضيه راه مزيان وابخي كيكون ولف اصلا 3 ولا 4 مو راه صافي انت كتمل وهو كيكون فهم.